أكيد يا فارس، يعني كلنا تابعنا بشغف كبير جدا وجماهير النادي الأهلي الحالة الصحية للأستاذ العمري فاروق الوزير الأسبق ونائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وبالتأكيد يعني خالص الدعاء بالشفاء وإنه يعود لبيته سالما غانما إن شاء الله. يعني في الفترة دي كلنا بنتمنى يكون يعني مش بس جماهير النادي الأهلي، جماهير كرة القدم المصرية بشكل عام فارس يعني تدعو للأستاذ العمري فاروق يعدي من هذه المحنة الصعبة ويخرج منها بمنحة إن شاء الله. والله يا أسامة، يعني لعل الواحد بيراهن على دعاء الناس وبيراهن على حالة الحب اللي احنا شايفينها من مختلف الأندية ومختلف المسؤولين. يعني أعتقد حالة حب وحالة دعاء وحالة تمنيات بالسلامة أكيد بتعكس يعني كل تمنيات الناس بالشفاء للأستاذ العمري فاروق الوزير السابق ونائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. خالص التمنيات بالشفاء ودعوات الملايين ليه إن هو يرجع بخير ويرجع أسامة لأهله وأحبائه، وإن شاء الله بإذن الله تكون كبة وتعدي. بالتأكيد بالتأكيد، وشفنا قد إيه تجمع يعني كل محبي النادي الأهلي وزيارات لا تنقطع، وإن شاء الله بإذن الله مع دعوات لا تنقطع يتم الشفاء على خير إن شاء الله.